أسعار الخضار والفاكهة اليوم 9/6/2020، الطماطم ما بين 1.5 جنيه و4 جنيه، البطاطس بين 1.5 جنيه و2.5، البصل 2.5 و3.5، الكوسة 1.5 و6 جنيه، الفاصوليا 2 جنيه إلى 7 جنيه، الباذنجان البلدي بين 1.5 جنيه و6 جنيه، الفلفل الرومي 2 جنيه إلى 7 جنيه، الفلفل الحامي البلدي 2 جنيه إلى 7 جنيه، الملوخية ما بين 3 جنيه و4 جنيه، الخيار البلدي بين 3 جنيه و6 جنيه، البامية ب10 جنيه. أسعار الفاكهة، العنب البناتي الأصفر 4 جنيه ل6 جنيه، عنب بناتي أحمر 5 جنيه 9 جنيه، تفاح مصري من 5 جنيه ل9 جنيه، البرتقال الصيفي من 6 جنيه ل9 جنيه، الفراولة بين 4 و7 جنيهات، الكنتالوب بين 3 جنيه و7 جنيه، الليمون البلدي من 10 جنيه ل30 جنيه، البطيخ بين 12 جنيه و18 جنيه، الخوخ البلدي بين 3 جنيه و6 جنيه، المشمش بين 5 جنيه و10 جنيه. شفاكم الله وعافاكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.